الحاكم وابنة المزارع، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي إحدى قرى ألمانيا عاش رجل فقير وابنته، وقد قاما بتقديم عريضة إلى الحاكم يطلبان فيها قطعة من الأرض، فأعطاهما الحاكم قطعة أرض صخرية. ما هذا؟ إنها صخرة كبيرة جدا. هيا، إنه عمل متعب. انظري، ما هذا؟ لو لم يمنحنا الحاكم الطيب هذه الأرض لما عثرنا على هذا الهاون الذهبي. هيا نهديه إلى الحاكم. لكننا إذا فعلنا ذلك يا أبي سيعتقد الحاكم بأننا قد أرسلنا له الهاون واحتفظنا لأنفسنا بالمدقة. دعنا نبحث عن المدقة أولا. كلا، أنت مخطئة، يجب أن نهديها له. نعم. لقد سئمت هذا الأكل، أريد أن أكل شيئا مختلفا. نعم. يا إلهي، لقد وجدت هذا الهاون الذهبي في أرضي، أرجو أن تقبله هدية مني. اذهب، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ ألم تجد شيئا آخر؟ أهذا كل ما وجدت؟ لم أجد غير الهاون. ما فائدة الهاون بدون مدقة؟ مولاي، هذا كل ما وجدت. أنت تكذب، اذهب وأحضر المدقة في الحال. ولكن يا مولاي كيف أجدها؟ أخبرني. ماذا أفعل بها وليس له مدقة؟ أتسخر مني؟ سوف أمر بحبسك. وهكذا أمر الحاكم بحبس المزارع المسكين. هذا جزاء المعروف، كان يجب أن أستمع لابنتي، لم أكن أعتقد بأنها بهذا الذكاء. لا يريد أن يأكل الخبز ويقول أنه كان عليه الاستماع لابنته الذكية. حسنا، أحضر ابنته، سوف نرى إن كانت ذكية أم لا. سوف نرى. مولاي أرجوك. يا لها من فتاة جميلة. هيا دعي. أرجوك يا مولاي أتوسل إليك. حسناً، أنا موافق شريطة أن أختبر ذكائك أولاً، فإذا نجحت أطلقت سراح أبيك وتزوجتك. من أنا؟ غير معقول. سمعت بأنك فتاة ذكية، فإن استطعت حل اللغز تزوجتك. ما رأيك؟ فهمت قصدك. وجدتها، نعم وجدتها. هل تستطيعين المجيء إلي بدون ملابس؟ شريطة ألا تكوني عارية ودون أن تركبي جوادا أو عربة، وألا تسيرين في الشارع أو تخرجين منه أيضا. ما رأيك بهذا اللغز؟ إنها صعبة. سأحاول. أرجوك أن تنتظر.
وها هي قادمة. لقد لفت جسمها بالحبال، فهي ليست عارية، لكنها لا ترتدي الملابس ولا تركب الجواد. لا تلبس شيئا، لكنها ليست عارية، لم تركب جوادا أو عربة، ولم تمشي بالشارع ولم تخرج عنه، فقد مشت على الحافة الفاصلة بين الشارع والحقول. إنك ذكية، سوف أطلق سراح أبيك وسوف أتزوجك. واو، جيد. ومرت 3 سنين. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ما هذا الجدال؟ لما تصرخ؟ هذا المهر ملك لي. كلا كلا، إنه يرقد تحت بقرتي. إنه لي يا سيدي. لما هذا الجدال؟ ها؟ اسمع يا سيدي، لقد أنجب جوادي العزيز هذا المهر الجميل. لكن المهر يرقد تحت بقرتي، فهو لي دون شك يا مولاي. حسنا، سوف أصدر حكمي. إذا رقد المهر تحت البقرة فهو يخصها، فالصغار تعود دائما إلى ذويها. هذا غير صحيح. إنه لي. أرجوك أن تساعديني، أنا بحاجة إليك، أرجوك. سوف أساعدك، ولكن لا تخبر أحدا أبدا، هل تفهم؟ أعدك بذلك. حسنا، استمع إلي. أيها الصبي، ماذا تفعل؟ هل جننت؟ أخبرني، هيا. إنني أقوم باصطياد السمك يا سيدي. وكيف تصطاد السمك في الشارع؟ اذهب إلى النهر. إذا البقرة قادرة على أن تلد مهرا، فأنا أستطيع اصطياد السمك في الشارع. فكرة من هذه؟ إنها ليست فكرتك، هيا أخبرني من أوحى لك بها، هيا بسرعة. كلا، لقد فكرت فيها بنفسي. مستحيل، هذا لا يمكن. كنت طوال ليلة أمس أفكر بالأمر يا سيدي. لا تكذب أيها الصبي، سوف تندم إن لم تقل الحقيقة. حسنا سوف أخبرك، إنها السيدة. كلا. كيف تجعلينه يسخر مني هكذا؟ اذهبي في الحال، لا تلبثي معي أبدا. هيا اختاري الشيء الوحيد الذي تعتزين به من القصر، ارحلي. حسنا، ولكن لنحتفل قبل أن نفترق. يا عصير لذيذ. ياو ياو. أشعر بالنعاس. نعم، كيف جئت هنا؟ استيقظت يا عزيزي. ماذا تقولين؟ سيدي، لقد سمحت لي بأخذ أعز الأشياء إلى نفسي من القصر، لذا اخترتك أنت يا مولاي، لأنك أهم شيء في القصر. يا لك من ذكية. فطن الحاكم لحماقته واعتدلت تصرفاته، فأصبح حاكما طيبا فاضلا، والفضل يعود في ذلك لزوجته الذكية.